Exercise on unit 1, page 25, number 1, find the result. Number A, 7 by 10 equals, طبعا 7 by 10 equals 70. أي number multiply 10 بزود عليه 0 by 100, 2 zeros by 1000, 3 zeros. يبقى 7 by 10 بحط 7 و put A, 0 يبقى 70. 8 by 100 يبقى 8 وهزود عليها 2 zeros. أي number by 100 يبقى بزود عليه 2 zeros يبقى 800. 8 by 100 ب 800. Again 9 by 1000 number C يبقى 9 وبزود عليها 3 zeros يبقى 9000 by 10 put 0 by 100 put 2 zeros by 1000 put 3 zeros 10 by 10 يبقى ال 10 هزود عليها 0 تبقى 100 okay 10 الأولانية هزود عليها 0 تبقى 100 10 by 10 equals 100 7 by 2 by 5 يبقى أول حاجة هعمل 2 numbers multiply واللي هيطلع يبقى multiply التالت الأسهل لي 2 by 5 ب 10 بقت ال 7 by 10 اللي احنا لسه قايلينها بكام؟ ب 70 يبقى 2 by 5 ب 10 الاول بعد كده 7 الاولانيه ملتبلاي اللي طلع ده اللي هو 10 يديني 70 نمبر اف 2 by 4 by 100 اعمل 2 by 4 يدوني 8 ال 8 اللي هتطلع هعملها ملتبلاي 100 طبعا put 2 zeros طالما بعمل by 100 يبقى ال 8 وعليها 2 zeros تبقى 800 8 by 100 ب 800 3 by 6 by 10 يبقى الاول اعمل 3 by 6 3 by 6 ب 18 by 10 قلنا لما بعمل multiply 10 put a 0 تبقى 18 و 0 تبقى 180 هزود 0 على ال 18 تبقى 180 4 by 3 by 100 الأول 4 by 3 equals 12 ال 12 دي by 100 تبقى 1200 أو 12 وقدامها 2 zeros يعني 1200 بزود 2 zeros في حالة multiply by 100 Number I 45 by 1000 نكتب ال 45 ونزود عليها 3 zeros تبقى 45,000 45 by 1000 equals 45,000 okay multiply 1000 بزود 2 zeros Number J 20 by 60 نعمل ايه انا عندي هنا 2 zeros ال 20 فيها 1 0 وال 60 فيها 0 يبقى كأني بعمل ال 2 by 6 اللي هي ب 12 وبزود كده كام 0 اللي تلونه بالاحمر دول ال 2 zeros ال 0 بتاع 20 وال 0 بتاع 60 يبقى بزود 2 zeros على ال 12 بقت 1200 اوكي يبقى انا بعمل multiply للنمبرز وبزود ال 2 zeros اللي موجودين عندي هنا 40 و 50 ال 40 فيها 0 وال 50 فيها 0 يبقى كده هزود 2 zeros يبقى كاني بعمل 4 by 5 اللي هي ب 20 وكمان هحط 2 zeros تبقى 2000 اوكي 4 by 5 ب 20 وعندي 2 zeros اللي نوروا بالأحمر دول بزودهم يبقى 20 100 اللي هي 2000 again number I 300 by 40 هنا عندي 2 zeros في 300 وعندي 0 في 40 يبقى كده هزود 3 zeros على النمبر اللي هيطلع يبقى 3 by 4 تديني 12 وهزود 3 zeros اللي بالأحمر دول يبقى 12000 اللي هي 1 2 و 3 0 اللي هي 12 وقدامها 3 zeros يبقى 12000